أيضا يقول هذا السائل بأنه رجل مصلي لكنه ثقيل في نومه، فلا يستيقظ لصلاة الفجر في وقتها ويؤخرها. هذا ليس عذرا، أن الإنسان يعتاد التأخر عن صلاة الفجر ويتعلل ويعتذر بالنوم. الواجب عليه أن يقوم لصلاة الفجر وأن يهتم بها وأن يعمل الأسباب التي توقظه لصلاة الفجر، لأنه لو كان له عمل من أعمال الدنيا في آخر الليل لعمل الأسباب للاستيقاظ لطلب العمل الدنيوي ولم يفرط. والصلاة فريضة عليه، لا يعذر بالنوم الذي استسلم له ولم يهتم بالقيام لصلاة الفجر. إنما النوم عذر لمن عمل الأسباب للاستيقاظ ولم يستيقظ في بعض الأحيان، غلبه النوم في بعض الأحيان غلبه النوم، هذا معذور لأنه بذل الأسباب للاستيقاظ وكان عازما على القيام ولكنه غلبه النوم، فهذا معذور. أما الذي لم يعزم على القيام ولم يعمل الأسباب التي توقظه لصلاة الفجر فهذا نتيجة إهمال، والمهمل غير معذور. فلا يجوز للمسلم أن يعتاد هذا الشيء وأن يتثاقل عن صلاة الفجر. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ترضخ رؤوسهم بالحجارة، فسأل عنهم فقيل هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر. فالأمر خطير جدا. وعلى كل حال، المسلم إذا اهتم بصلاة الفجر وعزم على القيام فإن الله ييسر له الاستيقاظ. أما الذي لا يهتم بها ولا يبالي بها فإن الله يعاقبه بالغفلة عنها والتأخر عنها حتى يكون هذا أشد في عذابه والعياذ بالله. نعم، ثابكم الله. هي في الحقيقة ظاهرة مزعجة أن ترى مساجد المسلمين في فريضة الفجر يقل فيها المصلون، وفي كثير من الأحيان الذين أيضا يقعون في هذا هم مظنة الخير، إلا أنهم ربما كما تفضلتم لا يأخذون الأسباب، وهناك ظاهرة النوم المتأخر والسهر وأثرها على التخلف عن صلاة الفجر، فبماذا تعلقون على هذا؟ نعم، وهذه ظاهرة سيئة، تأخر، كثرة التأخر عن صلاة الفجر، ولا سيما ممن يؤمل فيهم الخير، وهذا نتيجة للعادات السيئة والمخالطة للكسالى من ناحية، ومن ناحية أخرى للسهر والمداومة على السهر. فكثير من الناس يجعلون الليل وقتا للسهر، فإذا أقبل الفجر ناموا وثقلوا عن صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، يكره الحديث بعد صلاة العشاء، ويؤثر أن ينام من أول الليل من أجل أن يستيقظ في آخره. فهذا من الأسباب التي تعين الإنسان على القيام في آخر الليل أن ينام من أول الليل، فيجب ترك هذه العادة السيئة وهي الاستمرار في السهر والتأخر عن صلاة الفجر. ولا شك أن القيام له أسباب، من أهم أسبابه أن ينام الإنسان مبكرا ليأخذ حظه من النوم وراحة البدن، من أجل أن يقوم من آخر الليل للتهجد وصلاة الوتر وصلاة الفجر بنشاط. الواجب على المسلم أن يهتم بهذا الأمر بأمر دينه، ولا يتجارى مع العادات والتقاليد الفاسدة ويضيع دينه، لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة. نعم، بارك الله فيكم.